بعض أهل العلم يضع شرطا ثامنا هنا، يقول قبول الموقوف عليه، قبول الموقوف عليه، لأن فيها منة. يعني الآن لو قلت حق عبد العزيز مثلا، قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك، قال الله يغنيني عنك، ما منك شيء، أنا أغنى منك، أنا ماني محتاج، ما بي، فلا يصح الوقف هنا. لماذا؟ الموقوف عليه لم يقبل، الموقوف عليه لأن فيها منة، فيها منة، وقد يمن عليه بذلك، يشوف أنا وقفت لك كذا، أعطيتك كذا، لا لا تعطيني، الله يغنيني عنك، ما في منك شيء. فقال بعض أهل العلم يشترط قبول الموقوف عليه، يشترط قبول الموقوف عليه أن يقبل هذا الوقف، يقول قبلت الوقف منك. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.